السلام عليكم شباب، التكملة مع المحاضرة مالت البارحة. طبعا رجاء مثل ما قلت لكم انه الهوم وركات ترسل على الكلاس روم، واتمنى انه يكون التزام وتعاون بهذا الموضوع جدا، لان يعني ما راح نعرف ايش قد تستمر العطلة وامتحانات على ابواب المادة هواي. انتم ان شاء الله مرحلة رابعة وإن شاء الله تخرجون بأسرع وقت ممكن. المحاضرة السابقة كانت البارحة، أو الجزء الأول من المحاضرة السابقة، كانت هي على الشيل انستابيليتي بالناترال أوفر بريشر شيل كولابس. اللي هنا عندنا المحاضرة الجزء الثامن المحاضرة هو يتكلم أيضا عن الشيل انستابيليتي، ولكن هنا بالانديسيد اوفر بريشر شيل كولابس. طبعا بالنوع الثاني من الشيل انستابيليتي يحدث وين؟ عندما يكون عندي الضغط الموجود داخل الويل او الويل هول يكون جدا عالي. طبعا كنا نعرف انه الشيل هو نوع من انواع الصخور اللي طبعا تكون غير متماسكة، وتو بكل الأحوال أنه تكون صخور غير متماسكة، صخور رسوبية بسبب طريقة تكوينها. نقدر نقول مهم تكون مثل البالكون، مثل الإغنيوس روك البالكونيك أو البانتونيك، ولكن بكل الأحوال أنه البالكونيك، عفوا الإغنيوس روكس أو الميتامورفيك روكس، تكون أكثر صلابة أو قابلية على التفتت، يعني قابلية أكثر ما تتفتت، بينما الصخور الرسوبية لها قابلية التفتت كلش عالية، وبالذات الشيل انستابيليتي. عندما يكون عندي الضغط المد درينج أو الفلويد مد درينج داخل الويل هول جدا عالي، وهذا الضغط متعرف الاكسبوجر نمبر اوف دايز اكسبوجر، يعني يكون الضغط لايام معدودة ومستمر جدا. فاول ما نبدأ يقل عندنا الضغط increases the reduction in the hydrostatic pressure، راح شي يكون عندي هنا الشل كان بحالة كومباكت انضغاط مع وجود ضغط قوي من سائل الحفر من المد درينج. من يبدي نقلل سائل الحفر يبدي الشل ينتفخ او يحاول يخرج المكان ثاني بسبب الطبيعة التكوينية للشل. طبعا الكولوبس هنا راح يكون نوعا ما حال الطبيعة الحالة الاولى. طبعا مثل ما نلاحظ الشكل 1-2، يعني بدايته هذا كان هنا، بدايته هنا ضغط السائل كلش عالي، لكن الضغط طبيعي جدا هنا، لكن الاكسبوجر هنا الضغط بهذه المنطقة يكون جدا عالي، يسبب لي انه انضغاط لطبقة الصخور الشل الداخل هنا بهذا المكان. زوال تأثير البرجر هيدروستاتيك بهذه المنطقة يؤدي إلى محاولة الشل إنه أخذ مكان هذا الضغط المنخفض، لأن قلنا الصخور غير متماسكة بالأحرى، فوين يبدأ التساقط مع تداخل الويل هول، وسببت لي نوع من الستيك بايب. طبعا من تكون بالنوع الثاني كأنما يكون يعني من نقلل الضغط بعد أيام كثيرة من الإكسبوجر، من البرجر موجود عندي، راح يكون تصرف الشيل تصرف الحالة الأولى بالضبط. طبعا الميكانيزم ما نورمال أكوارز وين NWPM، طبعا نقدر نقول أنه water base mud، يعني السائل الحفر اللي يكون الطول الأكثر أو اللي هو القاعدة ما تكون مائية. طبعا إنه نعرف كل زين إنه الشول عندما يلاقي الماء يحدث له نوع من السوينج الانتفاخ، طبعا هذا سبب كلش رئيسي وسبب جدا جدا جدا
يعني always of course يعني دائما يحدث. زين الحالة الثانية ممكن يكون طبعا إذا أقلل المد ويت وأنا منطي أيام كثيرة أو وقت كثير مخلي exposure time، فمن أبدي أقلل الويت مالتي أيضا يحدث عندي هذه المشكلة. preventative action طبعا preventative action حتى نمنع هذه الحالة. طبعا هذا الموضوع انه احنا نحدد طبقات الشيل اثناء حفرنا الاكسبلور ويل ونستفاد من الاكسبلور ويل من التسجيلات الموجودة عندي حتى من نحاول نحفر development well او production well تكون عندنا فكرة اساسية عن عمق وجود هذه الطبقات. طبعا دائما بالحفر يكون الاكسبلور ويل هو اعلى تكلفة واكثر مشاكل واكثر توقف فيه، لانه يسبب لنا هواية توقف وهواية عمليات لك اوف او وايرد لوجينج وايل درينج، يعني الكثير من العمليات اللي لازم نسويها اثناء عملنا بالاكسبلور ويل. بريفنتيف اكشن الاول شيء ما نستخدم مي، يعني نحاول قدر الامكان انه نستخدم الاويل بيز مد، انه تكون سال الحفر مالته المد درينج مالته يكون القاعده الاساسيه به هو النفط مع اضافه البنتونايت او البارايت. طبعا هنا ينطيني ضغط، اول ينطيني ضغط اقل، والسبب الثاني انه يمنع الانتفاخ الشيل، لان ما عندي هنا راح يكون عندي ماء او ما يكون عندي ماء هواية، والماء الموجود يكون على قدر عملية المكس او عملية الارتباط الفيزيائي بين جزيئات البنتونات او البارايت مع الماء مع النفط. طبعا اهم شيء انه ما اخطط ابدا انه اقلل 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 المد درينج مالتي والمد ويت مالتي بعد ايام طويله من الاكسبوزنج شيل، بعد ما اعرب اعرب الوال هيل مالتي على ضغط عالي جدا. طبعا اذا حدث عندي الكافينجز اكوير إليس جود هول كلينيك بارتكس، طبعا هنا اذا حسيت بدت عندي، طبعا المشكله ما تبدي هنا سريعا، المشكله تبدي شيئا فشيئا، لهذا عملنا انه احنا نراقب كل ما يطلع من يمي، كل اي شيء يطلع عندي بالشكرز او اي معلومه توصلني من داخل الويل هول ابدي احللها واعرف ايش تمثل لي، لان اي معلومه من داخل الويل هول هي تعتبر معلومه ثمينه جدا تنطيني تصور على اللي دا يصير داخل البئر او في طبقات المحفوره. ما نقول انه يعني نقصد الطبقه المحفوره انيا، وانما كبئر كامل. يعني بعض الاحيان نحفر بطبقه ويكون الكافينجز او الانستابيليتي يكون منطقه اخرى. من يصير عندي انه اشوف نوع من الكافينجز، احاول قدر الامكان انه احاول اسوي كليننج جيد للويل هول. طبعا هاي عمليه الكليننج انه نحتاج بها نوقف الحفر، الاكثر شيوعا طبعا هي انه نوقف الحفر ونبخ دوره نبخ المد درينج، نبقى نسوي عمليه سيركوليشن المد درينج لحد ما نحس انه ما عندي كافينجز او ما عندي مشاكل او ما عندي جزيئات او بارتكلز تكون جدا كبيره. طبعا ريج سايت اندكشنز، اول شيء الكاتينجز الكافينجز مال الكاتينجز شو نو ساين اوف هايدريشن، يعني نوعا ما انه الكاتينجز مالتي ما تكون مبلله او ما تكون رطبه، طبعا يعني نوع مو انه معنى انه ما تكون رطبه جدا، ولكن انه تحس انه الصخ الكاتينجز مالتي يكون عباره عن بنوع من الجفاف، نوع من الجفاف. الكافينجز مالتي
splintery at shakers. طبعا موجودة الشظايا يعني fragment، شظايا تكون كبيرة يعني مو محفورة، يعني مو cuttings. أكو فرق بين cuttings وبين carvings. الكيتينجز هو الجزيئات أو فتات الصخور، عفوا فتات الصخور الناتجة عن عملية حفر الطبقة الفورميشن، أو عملية الاحتكاك بين البيت درل بيت مع الفورميشن مع الصخور. بينما الكافينكس هي عبارة عن شظايا تكون ناتجة عن انهيار بعض الانهيارات نقدر نقول في الوول ويل وهذه تكون عبارة عن شبايا وليست محفورة، يعني ما تكون ناتجة عن عملية حفر وإنما عن عملية تهدم. طبعا هنا عندي شيء اسمه تايت هول انكيسينج رات هول. التايت هول انكيسينج رات هول عبارة عن انه الفتحة اللي تكون اسفل الكيسينج، المنطقة الانتقالية بين الكيسينج وبين الاوبن هول، يعني بين الكيسينج ويل والاوبن هول، يعني الكيسينج هول والاوبن هول، المنطقة الانتقالية هنا دائما راح نشوف بها نوع من انواع التضيق جدا، بسبب انه الصخور اثناء عملية الدريبنج انه من اسحب الاسحب من اسحب الدرل ستريج مالتي فينقل بعض من الصخور للاعلى. المنطقة اللي تكون انتقالية بين الكيسينج هول والاوبن هول بيها يكون نوع من التضيق او يكون نوع من الانهيارات الخفيفة جدا. هذه المنطقة دائما تكون منطقة تجمع الصخور، لان الدرل ستريج ينتقل من open hole الى casing hole. الاندكشن الرابع طبعا هو دائما انه increased torque and drag، ونعرفها سببها جدا بسيط انه وجود صخور وجود carvings. وطبعا بمناسبة انه عملية carvings بصورة عامة، من وجود carvings وجود كافكس بصورة عامة يأثر لي على عملية ترانسبورت الكاتينجز، لأن كل ما يزيد عندي الكافكس راح يكون قدرة سائل الحفر أو المنتج اللي قاعد ترانسبورت كاتينجز تكون جدا ضعيفة، لأن أولا الفلورايت مالتي يبدي يقل، لأن أنا مطل المضخة سرعة معينة ومطل المضخة ضغط معين ومحددة باعتبار عندي الكاتينجز حجم وتركيز كونستراكشن معين. من يكون عندي كافينجز، الكافينجز يكون اكبر حجما وشكل غير منتظم، وما اقدر احدد كمية اشقد موجود عندي داخل البير، لان انا مدى احفر حاليا عندي يصير عندي تهدم. فهذا بهيج حالة راح وين يبدي يصير عندي المشاكل، انه عملية النقل الكاتينجز تكون ضعيفة جدا، يسبب لي بكل الأحوال انه يبدي يجمع عندي الكاتينجز والكافينجز. وبصورة عامة حتى اذا قدرنا ننقل الكاتينجز وننقل وياه جزء من الكافينجز، الكافينجز من الصعوبة النقل لانه يكون عبارة عن شظايا، والشظايا تكون كبيرة الحجم اكبر من الكافينجز. الاندكشن الخامس هو circulation restricted or impossible. طبعا نعرف هاي كل زي انه تضيق الانالايزز مالتي، او بعض الاحيان انغلاق الانالايزز مالتي، انه يكون بس عندي درل بايب بالاضافة مجموعة من الصخور تكون حوله. طبعا هنا الانسداد ما ممكن يكون بمنطقة معينة، ممكن انه ياخذ فد 30% على عمق معين من الكروس سكشن او الفلو كروس سكشن، يعني من الفلورايت المقطع الكروس سكشن يكون جزء معين 30%، جزء معين يكون 40%، وجزء معين يكون 90%. فهذه الاجزاء او التضيقات تبدا تكون موجوده حول
الدرول كولرز او حول درول بايب تبدي تسبب لي مشاكل هي امبوسيبل او ريستركتد. طبعا النقطه السادسه هو هول فول، يعني انا من كل ما ابغى سائل حفره موجود بالحفره، بينما بنفس الوقت عمليه الدوران السيركوليشن سيستم تكون عندي جدا قليله، ونلاحظ انه موجود عندي سائل حفر بالمضخات موجوده ينضخ داخل البئر، ولكن على السطح او اثناء الدوران ما موجود عندي. هذه بالنسبة ان الشل انستابلتي، وقلنا بها حالتين، ولازم نعرف انه الشل يعتبر مشكلة اثناء الحفر وبعد الحفر. الافضل كل الاحوال انه مناطق الشل انه نحاول قدر الامكان ان نسوي لها عملية كيسينج اند سيمتينج، او بعض الاحيان حتى يعني نخلي لها عبارة عن بلاك مانجمنت حتى نخلص من المشاكل. يعني المشاكل راح تكون مستمرة معي بالحفر واثناء بعد الحفر، من اجي اسوي الكيسينج يعني التايم مالت الكيسينج يبدا ايضا يبدي يسبب المشاكل بوجود الشل، وايضا بعض الاحيان ايضا اثناء الانتاج اذا استخدمت الاوبن هول برودكشن او اوبن هول كومبليتد. هسه نجي لموضوع ثاني مهم جدا واللي هو انكولساتيتد فورميشن. طبعا انكولساتيتد فورميشن عبارة عن مجموعة من الصخور، او نقدر نقول المجموعة من الجزيئات او الصخور او الحصى ما مرتبطة بيناتها بشكل وثيق او قوي. طبعا وهاي كنا مثل ما قلنا طبيعة الصخور الرسوبية بسبب الظروف اللي تتكون بها الصخور الرسوبية، فتكون دائما البوروستي مالتها عالي، بين بوروستي مالتها عالي، طريقة الهاردنس مالتها تكون ضعيفة جدا، يعني مو مثل الاجنوس روك او الميتامورفيك روكس. طبعا المناطق راح تبدأ انها تكون ضعيفة بين هذه الاواصر، من وجود مناطق هاي ضعيفة بين الأواصر يعني حالة حال الرمل، حالين الرمل أنا أبدأ أحفر بالرمل، إيش ما أحفر منه يبدي ينهار عندي منه، إيش ما أحفر منه يبدي ينهار عندي منه، وهذه مشكلة جدا إنه ما أقدر أبني فد بئر معين. المسألة المهمة الثانية انه انا عندي الكونسولتيد فورميشن، هذه الصخور انا هذه الحصى او الصخور الغير مترابطة، طبعا تمتلك مجموعة من الصخور الداعمة اللي هي سبورتينج روكس. طبعا بعض الاحيان انه عملية الحفر تكون الصخور الداعمة ما يسبب انهيار باقي الصخور اللي غير مترابطة. المسألة المهمة لو كم يكون الحفر سريع كم يكون عملية الانهيار او الكولبس مالتي سريعة جدا. المسألة الثالثة المهمة جدا انه الانكوستد فورميشن دائما تحدث وين ما عندي فلتر كيك او المد كيك مالتي يكون قليل جدا، الفلتر كيك مالتي يكون جدا قليل او بعض الاحيان يكون غير موجود. طبعا نعرف كل زين احنا الفلتر كيك يتكون هو من عملية فقدان الطور السائل او الفيز فلود او ليكويد فيز، وبقاء الطور الصلب او سولت فيز هو على الويل وول، ما يكون نوع من الكيك مد كيك او الفلتر كيك. اكو مسألة مهمة انه انا اثناء عملية الحفر مالتي ايضا راح يصير عندي فقدان للسائل الحفر، لان راح يصير عندي زيادة بالسولت فيز، لان انا حاليا من احفر البير يجي السولت فيز اكثر من الووتر فيز او الليكويد فيز، فيبدأ عندي هنا
انه الصوت فيز موجود عندي اكثر هواية، فيبدي بكل الاحوال انه انا انه نحتاج الفلتر كيك او المات كيك. طبعا بعض الاحيان انه المناطق الغير تتعرض تكون جدا عالية، هي مناطق الضاحلة او تحتاج على ساند او كذا، طبعا معنى اخر انه الطبقات الضاحلة، لان نعرف كل زي الطبقات الضاحلة تكون بها قوية، بينما الطبقات العميقة والطبقات الغير ضحلة تكون تحت ضغط عالي، فتكون تلقائيا هي صايرة متماسكة ومتلاصقة. وبعض الأحيان أيضا هم موجودة in cold salted formation. طبعا هنا كما نلاحظ بالرسم أنه وجود هذه الطبقات عبارة عن ساندستون غير متماسكة. طبعا هنا sporting يعني الصخور الدعمه سبورتنج روكس راح تكون موجوده بهذه المناطق، طبعا موجوده هنا ايضا، ممكن اذا تلاحظ موجوده مثلا باللون الاحمر، وهذه باقي الالوان، هذه الالوان يعني اللون الاحمر، هذه الصخور، هذه الصخور، هذه الصخور، هذه الصخور. طبعا من تبدي هذه الصخور الباك اوف ما تتوقع هاي طبعا تلقائيا تبدي تتهدم. المشكله ما يتهدم انيا هنا اثناء الحفر، انه يتهدم انيا بعد الحفر. ومناطق الجوينتس اللي هي هذه مناطق الجوينتس، يعني افضل انه تتبون على هذه الملاحظات لانها مهمه جدا اذا كان امتحانكم MCQ. هذه المناطق دائما انه تكون الانلايسز مالتها كلش قليل، وبالإضافة ليس فقط الأناليسيس، هذه أيضا هنا يكون عليها نوع من أنواع الفلتر كيك أو المد كيك من بعض الصخور الصلبة، فتكون المناطق هنا مهيئة للالتصاق والسمنتيشن بين الكونسوليد فورميشن وبين الوول ويل، بالإضافة إلى الوول أو الأوتسايد لترول بايب أو لترول كولرز. طبعا نتحدث هاي بالمناطق الضحلة بصورة عامة. طبعا تحدث من وعدنا وين درولينج شوك اون كول سايدد فورميشن. بريفنتيتيف اكشن، اول شيء بريفنتيتيف اكشن يعني احتاج بهذه المنطقة اكويد فلتر كيك تو هيلب ستابلز ذا فورميشن، انه قدر الامكان استخدم ان احتاج فلتر كيك او المات كيك حتى يحاول على استقرارية بالوول ويل بهذه المنطقة، حتى اذا انهارت الصخور الموجودة عندي ايضا يحاول قدر الامكان انه يصير عندي وول جديد. هنا عندي المسألة استخدم مواد قليلة تسبب لي lost circulation. طبعا هنا الفلتر كيك اذا يزيد عن مقدار معين اللي ذكرناه باقي المحاضرات هو 0.5 inch، اذا زاد عندك اكثر تبدي مشاكل الديفرشال ستيكينج، لهذا احتاج فلتر كيك هنا، بس انا احتاج مو كمية الفلتر كيك، مو الكوانتيتيفيتي، اكون فرق بين الكوانتيتيفيتي اللي هو الكمية، ممكن تكون بوينت نص يعني بوينت فايف بوينت سكس بوينت سيفن او بعض الاحيان تكون واحد انش، هذه الكوانتيتيفيتي مالتي. المهم انه المات كيك مالتي او الفلتر كيك يكون ذو كواليتي عالي، انه عبارة عن كواليتي جدا عالي، مو يكون كواليتي قليل. الكواليتي انه المات كيك مالتي يتعرض الصدمات او يتعرض عمليات تهدم او عمليات ضغط من داخل الفورميشن اللي هو يحتوي على انكوسوليد فورميشن، ونفس الوقت ما يبدي نهار. اذا انا احتاج هنا كوانتيتيفيتي او كمية هو ما يتجاوز البوينت فايف، بنفس الوقت كواليتي ما تكون جدا عالية، لهذا استخدم انواع معينة حتى تثبت لي المات كيك مالتي او تنطي نوع من انواع
المد كيك ذولي يكون ذو هاردنس او يكون قوي. بالمناسبة انه حتى المد كيك حتى بعد اثناء عملية الحفر وعملية السمنتيشن وعملية انزال الكيسينج ماكو اي اشكال انه يكون موجود وتصير عملية السمنتيشن. تبقى عندي حاليا انه استخدم انه احاول قدر الامكان انه ما استخدم البوتوم هول سامبلي بالانكوتيد فورميشن وانطي يعني استخدمه بالاماكن اللي بيها الانكوتيد فورميشن هواي. يعني شلون معنى اخر انه ما استخدم عملية التنظيف أو عملية ستابليزر هواية أو بسرعة من عملية الحفر المائل أو تكوين بداية انحراف الزاوية بين الانكوستيد فورميشن، لأن دائما الانكوستيد فورميشن عبارة عن منطقة حرجة أو منطقة لخلق الأزمات والمشاكل داخل البئر. لهذا قدر الامكان انه احنا الانكوستيد فورميشن اذا تكون ذات ثيكنس عالي نحاول قدر الامكان نسوي عمليه كيسينج او بعض الاحيان نسوي عمليه بلاك سمنت ونبدا نحفر طبيعي جدا. بس نعرف انه احنا عمليه البلاك سمنت او عمليه الكيسينج تاخذ وقت كل شويه وتاثر على برنامج الحفر البروجرام مالت الحفر. طبعا هنا ايش راح ناخذ بعدين الموضوع المهم جدا هو سبوت اجول بول بيفور بي او او اتش. شباب بدون زحمه عليكم اريد الهوم ورك ان شاء الله على المحاضره الجايه انه ما هو البي او او اتش وشنو فرقه وشنو النوعيات يعني شنو اللي يقصد به البي او او اتش وشنو تعريفه وشنو بعد الاختلاف في باقي المصطلحات. Slow down the tripping speed when the BHA is oscillated in isolated formation to avoid mechanical damage. كل زي انه ال BHA مالتي اي حركة بالنسبة لان تحتوي على مجموعة من الجوينتات تحتوي على مجموعة من الداونهول موتورز وهذه تكون وطريقة الشكل ما تبدأت انحراف لدرول بايف فدائما سبب لمشاكل بالانكول الكولتس inconsolidated formation. طبعا start and stop the pumps معناها انه من ابدا اشغل واطف المضخة واستخدمه بسلولي حتى احقق pressure يكون قليل جدا لانه نعرف انه ضغط المفاجئ على فورميشن انكوست فورميشن يسبب لي انهيار جدا عالي. بالاضافة اذا انطي ضغط قليل جدا مباشرة او بالصدن كفجأة ايضا يسبب لي بانهيار الانكوست فورميشن اللي هي اصلا عبارة عن منطقة حرجة ومنطقة يكون بها نسبة انهيار جدا عالية. طبعا احاول قدر الامكان انه اخلي الفلتر كيك مالتي يبني ككواليتي وليس كوانتيتيفيتي وبعدين انه قدر الامكان انه احاول انه اوازن الـ ECD Qualitative Circulation Density Qualitative Circulation Density. طبعا حسب ما اعطيتكم المحاضرة تعرفون شنو معنى Qualitative Circulation Density. ان شاء الله في المحاضرة الجاية حتى تعطيكم homework او تكملوا هو الهومورك مالت الـ BOH. طبعا انه دائما هنا قدر الامكان بالانكوستيد فورميشن انه احاول على نظافة البئر وبصورة عامة بكل عمليات الحفر واللي بكل عمليات حفر ابار اللي يكون عندي نسبة حدوث الميكانيكال ستيكينج لاي سبب من الاسباب for any reason احاول قدر الامكان انه اوف الهول مالتي نظيف جدا حتى اقدر اعالج اي مشكلة عندي. طبعا هنا احب على شيء معين انه دائما اراقب الشكر مالتي كل ما اراقب الشكر مالتي اعرف انه اتنبأ بحدوث عمليات
أو حدوث مشاكل عندي. طبعا الريك سايد اندكشنز أو الاندكشن الأول هو انك ريز بامب بريشر. طبعا هذا العلامة الأولى انك ريز بامب بريشر. طبعا هنا اتصاد عندي هو أول اندكشن. كل الأحوال يصير عندي انك ريز بامب بريشر، بس بعض الأحيان يكون عندي سيركوليشن ما موجود. هنا موجود عندي سيركوليشن، دي يصير عندي ضغط. طبعا الضغط هنا راح يكون ممكن شوية نازلة جوا نوزل، شوية مثلا تكون غير مهيئة بعد للصعود فسبب لي مجرى في الفلورايد مادة ريك. طبعا فول اون باتوم مهم جدا او فول هول، انه انا دا انطي ساعة الحفر ودا يغطي لي ساعة الحفر البير بس ما دا اشوفه. اوفر بول اون كونكشنز، طبعا من احاول اسوي كونكشن وارفع وابدا انزل او سواء عملت كونكشن دائما احس اكو صعوبة او عملية نقل او غير موجودة. الاندكشن الرابع هو الشكرز بلاندينج، معناها وجود هذا الانكوسيد فورميشن. طبعا يكون دائما هو مو على شكل جزيئات كبيرة او جزيئة فراغمنت كبيرة، يكون صغيرة بصورة عامة تبدي تسوي نوع من العمال الشكرز، يعني تبدي تتغلغل بالاماكن المفتوحة بالشكرز، وهذا يسبب لي مشكلة جدا كبيرة، مشكلة جدا كبيرة بعملية التصفية المادة درينات. يعني الشكرز هو العملية الاولى تفصل لي باقي المواد، يعني بعض الاحيان باقي المواد تتفاعل مع بعض المواد اللي تنضاف الى سائل الحفر. طبعا هذه الحدثة موضوع احنا كملنا ان شاء الله، وان شاء الله باكر ايضا نزلكم محاضرة على الفرينك وعلى بعض المواضيع اللي تسبب عندنا مشاكل بالستيك بايب او الميكانيكال ستيكينج